المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام. لاسم يسوع هللوا، لتسجد الأملاك، إكليل ملك كللوا رب الجميع ذاك. ترنيمة 156، 156. مبارك الله الآب والابن والروح القدس. مبارك أنت الآن وإلى الأبد. آمين. اللهم القادر على كل شيء، الذي كل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس لنحبك حبا تاما ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بواسطة ربنا يسوع المسيح. آمين. قال ربنا يسوع المسيح: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. Thank you.
والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. نتلو تسبحة المجد قائلين: المجد لله في العالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. إياك نعبد، إياك نحرك، إياك نعبد، إياك نعظم. لك نشكر على مجدك العظيم أيها الرب الإله الملك السماوي، الله الآب القادر على كل شيء، يا ربنا يسوع المسيح الابن الوحيد. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب الرافع خطايا العالم ارحمنا. أيها الرافع خطايا العالم ارحمنا. أيها الرافع خطايا العالم اقبل صلواتنا. أيها الجالس عن يمين الله الآب ارحمنا. فإنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك أيها المسيح الروح القدس في مجد الله الآب. آمين. الرب معكم. نصلي. أيها الرب الذي تطلب منه جميع الخيرات، أنعم علينا نحن أولادك المتواضعين بأن نكون عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسنا، وأن نفعل جميع الأمور الصالحة بهدايتك الرحيمة، ليكون لنا فيك سلام فنغلب العالم كما غلبته أنت أيها الرب يسوع المسيح مخلصنا الوحيد. آمين. اللهم القدير الأبدي الذي دعونا هؤلاء المثبتين بالمعمودية المقدسة ليكونوا أولادك ودربتهم في كلمتك، نتضرع إليك أن تحفظهم في الإيمان الحقيقي وتنميهم في معرفتك، كي لا تضلهم التعاليم الكاذبة عن حقك وتلويهم التجارب عن طريقك، ليبلغوا الهدف الذي عينته لهم كأعضاء عاملين في كنيستك بيسوع المسيح ابنك الحبيب ربنا. آمين. والرسالة لخدمة التثبيت المباركة مأخوذة من أعمال الرسل الأصحاح العاشر. ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئاً من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضاً قتلوه معلقين إياه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهراً ليس لجميع الشعب، بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات.
أوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأنه هو المعين من الله دياناً للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء، إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كلام الرب. إلى دجى الضريح قد حملوا المسيح، من جنبه الجريح تجري الدماء. 145 145 Hallelujah, 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 hallelujah,
بكل خشوع وتواضع نصغي إلى الإنجيل المقدس والمعين لهذه المناسبة المباركة، فهو مأخوذ من إنجيل المسيح بحسب ما كتب لنا البشير يوحنا من الأصحاح 15 والأعداد من الأول وحتى الثامن. قال يسوع: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا في، يعني أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجاً كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. إنجيل ربنا يسوع المسيح. الرب معكم. أتحدث إليكم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يسرنا أن نلتقي معا إخوتي وأخواتي في هذا المساء المبارك لنستقبل هذا الرهط الجديد من أبنائنا وبناتنا في خدمة التثبيت المبارك. واليوم أنا بدي أخرج عن تقليد الوعظ التقليدي، بدي أتحدث لأبنائنا وبناتنا. اليوم الخدمة خدمتهم. يمكن فيها كم سؤال تسألكم إياه، مش امتحان بس نشوف كيف معلوماتكم. أنا بعرف إنه الأسيس فايق والأسيس جورج حضروكم منيح بالحصص والدروس وهي معكم كتب الصلاة. في إنجيل مرقس الإصحاح الثامن وعدد 27 السيد المسيح لما بدأ الخدمة العلنية تبعته، طبعاً لما بلّى سيد المسيح بعد ما جرب من قبل إبليس وبعد ما صام 40 يوم، إيش أول عمل عمله حتى يبدأ بالخدمة؟ شو عمل؟ بلّى شي يفتش. عمين بلّى شي يفتش؟ التلاميذ. بدأ السيد المسيح بده مجموعة حتى تساعده، وبدأ طبعاً يدعي، يعني هو بلش في دعوة التلاميذ، والتلاميذ اللي هم دعوهم سيد المسيح كانوا تلاميذ وبعدين انتقلوا إلى مرحلة صاروا رسل بعد ما هم تعلموا وشعر إن هم صاروا عندهم مسؤولية، انتقلوا إلى الرسل. في حديث سيد المسيح كان رايح على منطقة قيصرية فيليبي
وأعتقد هذه في منطقة الشمال محاذية إلى البحر المتوسط، كان مع تلاميذه وعماله بيمتحن فيهم. تعرف بدي أشوف قديش تلاميذه كانوا هم حاضرين جاهزين للخدمة. قالهم سؤال، بعدين سؤالين. أول سؤال قالهم: من يقول الناس أني أنا؟ ماذا يقول الناس أني أنا؟ إيش الناس بيقولوا عني؟ التلاميذ فكروا بسرعة، في واحد دغري أعطى الجواب. مين هو اللي أعطى الجواب؟ هو كان تلميذ مرتب، صوته هيك ضخم جليلي. مين هو التلميذ اللي جاوب سيدنا المسيح؟ إذا قريتوا الإنجيل أنتم، مين؟ بطرس. برافو عليكم، سمعان بطرس. سمعان بطرس جاوب، قال له طبعا هلا باقي التلاميذ شو قالوا؟ البعض قال له يوحنا المعمدان، البعض قال له موسى، قال له ايليا، والبعض الاخر قال يمكن احد الانبياء. ولكن سمعان بطرس اعطى الجواب الصحيح، قال له انت المسيح ابن الله الحي. وسيد المسيح هنا انبسط. منذ 2000 عام والناس المسيحيون كلهم بكل العالم بفكروا من هو المسيح؟ مين هو المسيح؟ احنا اسمنا مسيحية. البعض قال انه هو نبي، والبعض قال هذا واعظ، بعد قيامته قالوا انه المخلص، السيد والمخلص. في ناس انه قالوا نبي عظيم، وفي ناس برضو ما اعترفوا بألوهيته، قالوا إنسان ولكن إنسان كان كتير طيب. طبعا خبرة الناس كلها كانت تختلف بين جهة لجهة وبين إنسان لآخر. ولكن إذا إحنا جينا بدنا نفكر بخدمة السيد المسيح، خدمة الرب يسوع، ايش كانت ايش الاهم شيئين بالخدمه؟ في شغلتين سيد المسيح لما بلش بخدمته كان يركز عليهم. مين بعرف؟ اول شغله اللي هي انت معروفه، شو هي اول شغله؟ اول شغله مش تعلمته، اول شغله التعليم والوعظ. اول شغله التعليم، اذا انتم بتقروا من انجيل متى بتلاقوا فيه 3 أصحاحات اللي هي موعظة على الجبل. سيدنا المسيح بدأ يعلم الناس، يعطيهم تعليم عن الله، عن العلاقات ما بين الله والإنسان. كان المعلم تعليم. والجهة الثانية من خدمته إيش كانت؟ مهمة، عجائب، برافو عليك، اللي هي الشفاء. إذن خدمة سيد المسيح كانت أول إشي التعليم والشفاء. هلأ إحنا في المطرانية تبعتنا، إحنا في المطرانية في عنا خدمة التعليم وفي عنا خدمة الشفاء. خدمة التعليم إيش هي خدمة التعليم عنا؟ بالتثبيت، بالدراسة، وبرضو بالمدارس. إحنا في مدارس عنا اللي هي إحنا أخذناها لكي نسير بحسب مثال السيد المسيح. ليش عندنا مدارس كتيرة إحنا؟ مدارس إلها رسالة. مدارس مثلاً في مدارس عمرها 150 سنة. مدرسة المطران بالقدس احتفلت 120 سنة. مدرسة المطران هون، مدرسة الأهلية. فالمدارس هي طبعاً جانب مهم التعليم. بالنسبة للشفاء، إيش في عنا المجمع عنده المطرانية؟ الشفاء شو؟ إيش الخدمة عنا؟ مستشفيات المرضى، ودور لتأهيل، وعندنا عيادات، وعندنا أكبر مستشفيين بالمجمع. هذا إيش بتعرف؟ لازم تعرفوه. في مستشفى بغزة اللي بيشتغل 24 ساعة، في مستشفى بنابلس، مرلوقة بنابلس عمره 120 سنة، مستشفى غزة عمره 80 سنة، في عيادات منتشرة. فكانت هذه الخدمة تبعت السيد المسيح. طبعاً لما سيد المسيح نرجع شوية على السؤال الأول والثاني. طبعاً السؤال الأول عرفنا شو طلب، من يقول الناس أني أنا؟
التلاميذ قالوا، بطرس قال أنت، جاوب أنتوا شو بتقولوا؟ قال أنت المسيح ابن الله الحي. هلا هذا السؤال موجه إلنا، إلكم، لأهليكم، إيش إحنا بنقول عن المسيح في يومنا هذا؟ من هو المسيح؟ هيك هو عم أجوبة منيحة، هذا من دروس تثبيت، هو المخلص، هو الله خالق السماء والأرض، لأنه هو طبعاً إحنا بنعرف إنه هو تجسد، الله اللي بتجسد هو يسوع المسيح، وعندنا كتير أشياء إحنا بنعرفها عنه. بس شو قال سيدنا المسيح بعد ما سألهم شو قال لتلاميذه؟ حدا بتذكر شو قالهم؟ طب أنتم منيح جاوبتوا منيح، بس إيش بدي بعد الجواب؟ شو قالهم؟ طب أنا بقولكم ممكن شوية صعب عليكم، قالهم من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إذا أنت بدك تكون تلميذ إلي في كتير عليك مسؤولية، بجانب أنك أنت بدك تنكر نفسك، تكون خادم فيها تواضع، بشوي حكيت عن التواضع، فيها تواضع، فيها محبة، فيها عطاء، فيها بذل، كل الأمور اللي الإنسان يجب أن يقوم بها موجودة في الخدمة. يعني أنتوا هلأ صف تثبيت، عليكم طبعاً مسؤوليات، لأنه أنا بدي في وضع الأيدي، لما أنا بوضع إيدي على كل واحد وبطلب الروح القدس أنه يحل في حياة كل واحد فيكم، أنتم الآن أصبحتوا أعضاء مسؤولين بالكنيسة، كل واحد منكم له مسؤولية. طبعاً إحنا بنعرف أنه سيد المسيح قال لهم أهم إشي بدكم أنتوا تكونوا مسيحيين، فيها ثمن، مش هذه شمت هوا ولا، أنتوا فيها خدمة، فيها عطاء. إذا إحنا منطلع تاريخنا، تاريخ المسيحية، منلاحظ كتير ناس اللي هم فعلاً أصبحوا تلاميذ للمسيح وعملوا أشياء غيرت العالم. كتير ناس تقدروا تعرفوا مين أشياء من الناس مهمة اللي عملوا أشياء اللي هم طبعاً مذكورين لليوم، نذكرهم. في ست كبيرة بالسن كانت عملت مياتم، عملت دور للمرضى، بيوت للمرضى وللعجزة، عملت بكل العالم. حدا بيعرف شو اسمها؟ مين قال؟ مدر تريزا، برافو عليك، مدر تريزا من كولكتا. هذه الست اللي عملت عجايب، يعني حتى البابا قدرها وقدسها، يعني واحدة ست لحالها عملت هاللي عملته كله. يعني لو واحد مع كل مصاري العالم، كل شركات العالم، ما عملش قد ما عملت هذه الست لحالها. ليش عملت هيك؟ كانت تشعر انه هي لها مسيحيتها، تواضعها خلت الناس كلها تسير معها وتنشئ الملاجئ وبيوت العجزة ومستشفيات. واليوم عندها بكل العالم، بكل العالم، في كل محل في رهبات المدر تريزا. حتى أنا بذكر عندنا بنابلس في مجموعة كبيرة اللي عم بيخدموا بنابلس، اللي هي بلد طبعاً معروفة، وفي كل محل في العالم في لهم مركز. في تاني واحد اسمه طبعاً مشهور ألبرت شوايتزر، هذا من مواليد القرن 18، كان هو فرنساوي، كان طبيب ودرس الإنجيل، صار هو معلم العهد الجديد، درس الإنجيل وأصبح طبعاً واعظ مبشر. لما درس كتير تعمق في الكتاب المقدس في الإنجيل، وهو كان طبيب، تعرف شو عمل؟ قال أنا بكفي درست كتير، سيد المسيح بدوش نضل نحكي نظريات لاهوتية، ما بدنا. شو عمل؟ ترك بلاده وراح إفريقيا وفتح مستشفيات للبرص. هذا الزلمة اللي هو واحد ضحى، اللي هو طبعاً قدم خدمة كبيرة للمرضى، لأنه كان سيد المسيح عايش في حياته. إحنا اليوم كنيستنا، اللي كنيستكم، كنيستنا الأسقفية اللي هي موجودة في كل مكان، أبائنا وأجدادنا هم اللي عملوها، عملوها بمحبتهم، عملوها بعطائهم، تضحياتهم.
إذا إحنا بنطلع تاريخ الكنيسة اليوم بنلاقي كتير ناس وهبوا الكنيسة، وهبوا بنوا كنايس، إيش عمل بيوت للعجزة، إيش يعني كتير عنا. إحنا في شخص واحد اللي بذكره بالقدس اسمه صالح عزام. صالح عزام أوقف للكنيسة حوالي 18 قطعة، وهو بنى الكنيسة مار بولس سنة 1874، أعطى الأرض وبنى الكنيسة كلها. وكتير زيه اللي هم وهبوا كل شيء للكنيسة، لأنه كان عندهم انتماء، كان عندهم محبة، كان عندهم. فهدول الأشخاص هم اللي عملوا وأناروا كتير. أكيد في كل مكان كان في أشخاص اللي يعملوا من أجل مجد الله، ومن أجل طبعاً بناء الكنائس، وبناء الكنائس بناء المجتمعات اللي هي الصالحة. اليوم إحنا بنسأل حالنا، إذا بسألنا سيد المسيح إيش معناته أنك أنت مسيحي؟ معناته إيش معناته؟ أنتوا اليوم أعضاء، شو معنات المسيحي؟ صوت عالي؟ طبعاً إحنا لما طبعاً هو مسح طبعه على الصليب مسح لنا خطايانا، بس إيش مطلوب منا اليوم إحنا؟ نتبع الوصايا، نصير وصايا المسيح. وإيش تاني ويليام شو عندك؟ برافو عليك، مساعدة هذه كتير مساعدة منيحة نعمل. أيوة، العطاء والمحبة. طبعاً راح تأخذ الأرباني اللي هي شركة اللي إحنا جزء منها، الكنيسة اللي إحنا طبعاً نتناول القربان. بنعلم بعض. يعني كلكم عندكم أسئلة، أنا بتمنى بصلي إنه ذاكم ماشيين هيك. وبعدين في واجب للكنيسة، الأسيس بيشوفكم بالكنيسة، تيجوا تحضروا تشاركوا بالنشاطات وتأخذوا مسؤوليات، لأنه هلأ أنتوا عليكم مسؤوليات وهذا صعب. هلأ أنتوا بتعرفوا المسيحيين كل مسيحي مظبوط؟ أنتوا بتعرفوا المسيحيين إيش صار بالعراق وسوريا؟ إيش صار؟ في اضطهاد صار، في كنائس انهدمت، في مسيحية تشردت في مناطق كتيرة. بس كانوا هدول المسيحيين كانوا طبعاً شجعان وحافظوا على إيمانهم. وأنتوا بتعرفوا أنه في أصعب الأوقات، إحنا اليوم عايشين برخاء، بس في محلات بالعالم مسيحية مش عايشة برخاء، في اضطهاد عليهم، في بتعرضوا للقتل، بتعرضوا للعنف. وأنتوا بتعرفوا أمثلة كتيرة في عز العنف والقتل والضغط ما حدا أنكر المسيح. وإحنا سمعنا عن أكثر من الأقباط الشهداء اللي في ليبيا تعرضوا من قبل داعش يقتلوهم، ولا رديو ينكر المسيح برغم أنه كان طبعاً يواجهوا الموت والقتل، ضلهم إيمانهم قوي. الكنيسة وين كان في اضطهاد، وين كان في ألم، كانت الكنيسة قوية ثابتة. إحنا اليوم مطلوب منا أنه إحنا فعلاً نهتم بكنيستنا، نهتم بحضورنا، ونحاول أن نكون جزء من هالعيلة هذه اللي هي لازم تعطي، لازم تخدم، ولازم زي ما قلتوا أنه إحنا نطلع على الناس اللي هم أقل حظ منا في الحياة. ليش عنا اليوم مؤسسات، عنا مدارس، عنا محلات للأولاد اللي إحنا بنساعدهم؟ إذا رحتوا على السلط في عنا أولاد اللي إحنا بندربان عليهم، إذا رحتوا على إربد في عنا أولاد، بالزرقاء في كل محل، في ببيروت في كل محل، في عنا إحنا رعاية للأولاد، للناس اللي هم أقل حظ منا في الحياة. فالجواب على من تقولون أني أنا عن المسيح، هذا بضل معكم، ضل معكم، فكروا فيه منيح، بعد شوية بتثبتوا، نصلي وحط إيدي على كل واحد منكم. بس هذا السؤال، إيش بتقولوا أنتوا على المسيح، هذا لكل واحد منكم. روحوا فكروا كل يوم، فكروا إيش أنا بدي أكون، من هو المسيح، كيف بدي أعرف عليه، كيف بدي أعرفه. تعرفوه أنتوا من خلال حياتكم وخبرتكم الشخصية، لأن كل واحد عندكم له اختباره الخاص. فالسؤال بدي أخليه معكم ومع أهليكم حتى إحنا نفكر، من هو المسيح في نظرنا اليوم؟ من هو المسيح؟ وأنا بصلي
لإلكم، صلي لعائلاتكم حتى ربنا يبارككم. نشوفكم إن شاء الله صبايا وشباب وبالعلم بالمعرفة بالإيمان، إنه الإيمان طبعاً مهم كثير بحياتنا حتى إيمانكم يزداد. ومبروك، واللي بنقول إحنا اللي ابتدأ فينا عملاً صالحاً يكمله إلى يوم مجيء ربنا مخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد وإكرام وسجود الآن والأبد آمين. بس بدي أقول لكم نجحتوا بالامتحان، بدي أشكر الأسس اللي حضروكم. ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، ترنيمة 191، ونرتل العدد الأول والثاني مع القرار فقط، الأول والثاني مع القرار فقط. الرب معكم. تفضلوا ارتاحوا. أيها الأحباء في الرب، إن الكنيسة بإجراء خدمة التثبيت تتبع مثال رسل المسيح، فقد جاء في الأصحاح الثامن من سفر الأعمال أن الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر في ليبوس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. ولما صدقوا في ليبوس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجالاً ونساء. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس.
يعلمنا أيها الأحباء الكتاب المقدس بأن موهبة الروح القدس الخاصة تمنح بوضع الأيدي مع الصلاة، وبما أن هذه الموهبة تعطى من الله وحده لنرفع قلوبنا بالصلاة إلى الله القادر على كل شيء لكي يقوي بروحه القدوس في خدمة التثبيت هذه أولئك الذين صاروا أولاده بالمعمودية. لذلك عليكم أنتم المتقدمين للتثبيت أن تعترفوا أمام هذه الجماعة أنكم عازمون بمساعدة هذه الموهبة بأن تسلكوا بموجب الإيمان بالمسيح والطاعة لمشيئة الله ووصاياه، وعليكم أن تعترفوا أيضاً علانية أنكم مقيدون بأن تتمموا الواجبات المسيحية التي فرضتها عليكم معموديتكم. أبنائي وبناتي، أتجددون بحضرة الله وهذه الجماعة الوعد والنذر الخطيرين اللذين حصلا بالنيابة عنكم في معموديتكم، مقررين ومثبتين ذلك بأنفسكم ومعترفين بأنكم مقيدون بأن تؤمنوا وتفعلوا جميع ما كفله عنكم عرابوكم وعراباتكم. ناصر رامي ناصر. رمزي كميل دواني. نعم إني أقوم بذلك. فيصل أشرف عازر. نعم إني أقوم بذلك. ويليام نصري الفار. نعم إني أقوم بذلك. كرم عماد سكاكيني. نعم إني أقوم بذلك. رودين لؤي عازر. نعم إني أقوم بذلك. عادل عامر دوغان. نعم إني أقوم بذلك. يزن وسام حداد. نعم إني أقوم بذلك. أندرو جابي ضو. فارس راس حداد. نعم إني أقوم بذلك. زيد بديع الدايه. نعم إني أقوم بذلك. فارس عامر دوغان. نعم إني أقوم بذلك. جوي فريح حداد. نعم إني أقوم بذلك. تالين إحسان عنكي. نعم إني أقوم بذلك. رين لؤي عازر. نعم إني أقوم بذلك. كريستينا إياد مشربش. سامية إبراهيم دواني. ميرا عماد ناصر. تاليا أنطون عنكي. نور إياد مشربش. نتالي رومان حداد. تيا سامر دواني. نيكول رامز قبعين. برافو. تالين فادي ناصر. مارينا رومان حداد. مريم غسان فاخوري. جاستين فريح حداد. أترفضون بحضرة الله وهذه الجماعة الشيطانة وجميع أفعاله وزخارف الدنيا ومجدها الباطلة وكل شهوات الجسد الفاسدة، فلا أنتم تتبعونها ولا تنقادون لها. أتؤمنون بجميع عقائد الإيمان المسيحي كما وردت في قانون إيمان الرسل؟ أتحافظون على إرادة الله الطاهرة ووصاياه مطيعين وتسلكون فيها كل أيام حياتكم؟ أتعدون أن تتبعوا يسوع المسيح رباً ومخلصاً لكم؟ نعم. معونتنا باسم الرب. فليكن اسم الرب مباركاً. يا رب اسمع صلواتنا.
أصلي. اللهم القدير الحي الأبدي الذي أنعمت بتجديد ميلاد أولادك هؤلاء بالماء والروح القدس ووهبت لهم مغفرة خطاياهم كلها، نبتهل إليك يا رب أن تؤيدهم بالروح القدس المعزي وتزيد فيهم يوماً فيوماً مواهب نعمتك بغزارة، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة الروحية، روح المعرفة والتقوى الحقيقية، وأن تملأهم يا رب من روح خوفك المقدس الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. جوي فري حداد. أحرس يا رب ابنتك هذه جوي بنعمتك السماوية لاستمر لك الأبد الزاد يومياً أكثر فأكثر روح القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. خليك يا عمو. مبروك. تالين إحسان عنكي. أحرس يا رب ابنتك تالين هذه بنعمتك السماوية تستمر لك الأبد تزداد يومياً أكثر فأكثر روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. مبروك تالين. رين لؤي عازر. أحرس يا رب ابنتك هذه ريم بنعمتك السماوية استمر لك الأبد وازداد يومياً أكثر فأكثر روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. كريستينا إياد مشربش. أحرس يا رب ابنتك هذه كريستين بنعمتك السماوية استمر لك الأبد وازداد يومياً أكثر فأكثر من روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. مبروك كريستين. سامية إبراهيم دواني. أحرس يا رب ابنتك هذه سامية بنعمتك السماوية تستمر لك الأبد وتزداد يوميا أكثر فأكثر روح القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. مبروك سامية. ميرا عماد ناصر. أحرس يا رب ابنتك هذه ميرة بنعمتك السماوية تستمر لك الأبد وتزداد يومياً أكثر وأكثر من روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. آمين. ميرة مبروك. تاليا أنطون عنكي. أحرس يا رب ابنتك هذه التالية بنعمتك السماوية تستمر لك الأبد وتزداد يومياً أكثر فأكثر روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. مبروك حبيبتي. نور إياد مشربش. أحرس يا رب ابنتك هذه نور بنعمتك السماوية تستمر لك الأبد تزداد يومياً أكثر فأكثر بروحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. مبروك. ناتالي رومان حداد. أحرس يا
احرس يا رب ابنتك هذه نتلي بنعمتك السماوية تستمر لك الأبد، تزداد يوميا أكثر فأكثر روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. يا نتلي مبروك. تيا سامر دواني. أحرس يا ابنتك هذه التية بنعمتك السماوية تستمر لك الأبد، تزداد يوميا أكثر فأكثر من روح القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. آمين. آمين. مبروك حبيبتي. نيكول رامز قبعين. احرص يا رب ابنتك هذه نيكول بنعمتك السماويه تستمر لك الابد، تزداد يوميا اكثر فاكثر من روح القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. امين. مبروك حبيبتي. تالين فادي ناصر. احرص يا ابنتك هذه التالين بنعمتك السماويه تستمر لك الابد، تزداد يوميا اكثر فاكثر من روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. امين. مبروك تالين. مارينا رومان حداد. احرص يا ابنتك مارينا بنعمتك السماويه استمر لك الابد، تزداد يوميا اكثر فاكثر روح القدس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. امين. مريم غسان فاخوري. احرص يا ابنتك هذه مريم بنعمتك السماويه تستمر لك الابد، وتزداد يوميا اكثر فاكثر بروحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. امين. مبروك حبيبتي. جاستين فريح حداد. احرص يا ابنتك هذه جاستين بنعمتك السماويه تستمر لك الابد، تزداد يوميا اكثر فاكثر من روحك القدوس حتى تبلغ ملكوتك الدائم. امين. مبروك حبيبتي. ناصر رامي ناصر. احرص يا ابنك هذا ناصر بنعمتك السماويه ليستمر لك الابد، وتزداد يوميا اكثر فاكثر بنعمتك السماويه من روح القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. امين. رمزي كميل دواني. احرص يا ابنك هذا رمزي بنعمتك السماويه ليستمر لك الابد، وزاد يوميا اكثر فاكثر من روحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. امين. مبروك حبيبي. فيصل اشرف عازر. احرص يا ابنك هذا فيصل بنعمتك السماويه ليستمر لك الابد، وزاد يوميا اكثر فاكثر من روح القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. امين. امين. مبروك حبيبي. تفضل. ويليام نصري الفار. احرص يا ابنك هذا ويليام بنعمتك السماويه ليستمر لك الابد، وتزداد يوميا اكثر فاكثر من روح القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. امين. مبروك حبيبي. كرم عماد سكاكيني. احرص يا رب ابنك هذا كرم بنعمتك السماويه ليستمر لك الابد، تزداد يوميا اكثر فاكثر روح القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. امين. روبن
رودين لؤي عازر، أحلى سيارة ابنك هذا رودين بنعمتك السماوية للسبر لك الأبد وزاد يوميا أكثر فأكثر روحك القدس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. عادل عامر دوغان، أحرص يا رب ابنك هذا عادل بنعمتك السماوية للسمر لك الأبد وزاد يوميا أكثر فأكثر روحك القدس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. سلم على سلم. هيك بطلع أحلى بطلع. يزن وسام حداد، يزن احرص يا ابنك هذا يزن بنعمتك السماوية للسمر لك الأبد ويزداد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. مبروك حبيبي. سلم. برجونا. أندرو جابي ضو، احرص يا ابنك أكثر. آمين. مبروك حبيبي. تفضل. فارس فراس حداد، أحرص يا ابنك هذا فارس بنعمتك السماوية ليستمر لك الأبد وزاد يوميا أكثر فأكثر بروحك القدوس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. زيد بديع الداية، أحرص بروح القدوس حتى يبلغ. آمين. مبروك زيد. بارك فيك. فارس عامر دوغان، أحرص يا رب ابنك هذا فارس بنعمتك السماوية ليستمرك الأبد وزاد يوميا أكثر فأكثر من روحك القدس حتى يبلغ ملكوتك الدائم. آمين. مبروك حبيبي. لنصلي، نقف أرجو للصلاة، لنقف جميعا من أجل الصلاة. الرب معكم. ومع روحك أيضا. اللهم القدير الحي الأبدي الذي جعلتنا نريد ونعمل ما هو صالح ومقبول لدى جلالك الإلهي، إنا نقدم لك ابتهالاتنا الخشوعية لاجل أولئك هؤلاء الذين على مثال رسلك الأطهار، وضعنا الآن يدينا عليهم لنحقق لهم بهذه العلامة إحسانك إليهم وجود نعمتك عليهم، ونبتهل إليك أن تكون يدك الأبوية عليهم دائما وروحك القدوس معهم أبدا، وهكذا اهدهم إلى معرفة كلمتك والإذعان لها لينالوا في الآخرة الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع الروح القدس الإله الواحد إلى أبد الآبدين. آمين. أيها الرب القدير إله الأبدي، نضطر عليك أن تنعم بأن ترشد قلوبنا وأجسادنا معا وتقدسها وتدبرها في سبل شرائعك وأوامر جودك، فنصان بحمايتك القاهرة نفسنا وجسدنا الآن وعلى الدوام بربنا مخلصنا يسوع المسيح. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم تسبب فيكم من الآن الأبد. آمين. مبروك. ترنيمة 191 والأعداد الثالث والرابع والخامس.
لنعترف بخطايانا بالتوبة والإيمان، عازمين على أن نحافظ على وصايا الله وأن نعيش بالمحبة والسلام مع جميع الناس. ونقول معا: اللهم القادر على كل شيء أبانا السماوي، نعترف من صميم قلوبنا أننا أخطأنا أمامك وتجاه بعضنا البعض بالفكر والقول والعمل وبالأمور التي كان علينا أن نعملها. ولأجل ابنك ربنا يسوع المسيح نتضرع إليك أن تصلح سيرتنا وتوجه حياتنا لما يجب أن نكون حتى نسير بجدة الحياة لمجد اسمك الأقدس. آمين. ليرحمكم الله القادر على كل شيء وليغفر لكم جميع خطاياكم وينقذكم منها ويثبتكم بكل صلاح وليبلغكم الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح. آمين. نحن جميعا جسد المسيح، إن روحه معنا. سلام الرب يكون معكم دائما. يباركك الرب. نتبادل سلام المسيح. 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 مبروك. الله يهديك. دقيقة سيدنا. تعلن شيء. الرب معكم، تفضلوا ارتاحوا. تباركت أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذا الخبز ثمر الأرض ومصلحة الإنسان الذي نقدم لك ليغدو لنا خبز الحياة. تبارك الله إلى الأبد. تباركت أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذه الخمر ثمر الكرمة ومصلحة الإنسان التي نقدم لك تغدو لنا كأس الخلاص. تبارك الله إلى الأبد. الرب معكم. ومع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم. للرب نرفعها. فلنشكر ربنا الله. ففعل ذلك صواب وحق. إنه عين الصواب والحق والواجب مفروض علينا أن نشكر في كل زمان ومكان. أيها الرب الآب القدوس القادر على كل شيء الإله الأبدي، بواسطة ربنا يسوع المسيح لأنه هو كلمتك الأبدي، بواسطه خلقت كل أشياء منذ البدء وجعلتنا صورتك ومثالك، بواسطه قد افتديتنا مع عبودية الخطيئة معطيا أن يولد في بيت لحم لأجل خلاصنا وأن يموت في القدس على الصليب وأن يقوم بين أموات لأجل جميع الناس وأن يجلس عن يمينك رئيس كهنتك العظيم حيث يحيى هناك ويقدم الشفاعة من أجلنا. بواسطه قد أرسلت روحك القدوس المحيي الذي يجمعنا في فرحك وفي سلامك وجعلتنا شعب رضاك. ونقدم شكرك الآن لأنك تقودنا بواسطة الروح القدس إلى كل الحق وتمنحنا القوة لنكرز بإنجيلك لكل الأمم ونكون كهنوتا ملوكيا في خدمتك. من أجل ذلك نحمد اسمك المجيد، نعظمه مع الملائكة ورسائل الملائكة وسائل أجواق السماء يسبحين لك أبدا ومرنمين. نتضرع إليك أيها الرب الرحيم أن تسمعنا بواسطة ابنك الرب يسوع المسيح، واقبل بواسطة ذبيحة حمدنا وشكرنا هذه، ونعم أن تكون تقدمات الخبز والخمر هذه هي جسده ودمه المباركين. هو الذي في تلك الليلة تؤسم فيها أخذ خبزا وبعد أن شكر كسر وأعطى تلاميذه قائلاً:
خذوا كل هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وعلى مثال ذلك بعد عشاء أخذ الكأس وبعد أن شكر أعطى لهم قائلا: اشربوا من هذا كلكم، فأن هذا هو دمي الذي لا الجديد يسفك عنكم عن كثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. لنجاهر بسر إيمان المسيحي: المسيح مات، المسيح قام، المسيح سيأتي ثانية. لذلك أبانا السماوي فيما نحتفل بذبيحته الكاملة المقربة مرة واحدة على الصليب، نعلن قيامتهم بين الأموات وصعودها للسماء وننتظر المجيء الثاني. تقبل أيها الآب السماوي بواسطة رئيس كهنتك العظيم ذبيحة حمدنا وشكرنا هذه، سائلينك ونحن نتناول من هذه التقدمات المقدسة في حضرة جلالك إلهي أن تجدد نفوسنا بروحك القدوس، تكملنا بمحبتك، توحدنا في جسد ابنك ربنا يسوع المسيح، مع المسيح وفي المسيح والمسيح قدرة روح القدوس تغمرت الملائكة في السماء ربوات البشر. نرفع عليك ذبيحة فدائنا وحمدنا وشكرنا الأبد. البركة والإكرام والمجد والقوة لك الآن لأبد الآبدين. كما علمنا ربنا مخلصنا يسوع المسيح نشتر ونرنم. نكسر هذا الخبز نشترك معا في جسد المسيح. نحن الكثيرين جميعا جسد واحد بالرب يسوع، لأننا جميعا نشترك بالخبز الواحد. وذا الرافع خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن كل كلمة واحدة تبرأ نفسي. جسد المسيح
لما ربنا يسخر. لما ربنا يسخر المسيح مسبوك من أجلك. لما ربنا يسخر المسيح مسبوك من أجلك. لما ربنا يسخر المسيح مع المحبة الكبيرة إلى الجميع، بتمنى عليكم بعد ما يتناولوا أبنائنا أولاً فرحة بتثبيتهم، اللي بحب يتناول رح يكون في محطتين هون للخروج من وسط الكنيسة وبتم العودة من جوانب الكنيسة وبيدور من الأمام إلى الخلف. جسد يسوع المسيح مبذول لأجلك. 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 جسد يسوع 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 المسيح سلام. جسد يسوع المسيح سلام. دم ربنا يسوع المسيح. جسد يسوع المسيح دم ربنا يسوع. جسد يسوع المسيح جسد يسوع المسيح. جسد يسوع المسيح جسد يسوع المسيح كنا نحت أحسن جسد يسوع المسيح. جسد يسوع المسيح 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 دم ربنا جسد يسوع المسيح مسكنا الأخير جسد يسوع المسيح مسكنا الأخير دم ربنا جسد يسوع المسيح مسكنا الأخير دم ربنا جسد يسوع المسيح جسد يسوع المسيح مسكنا الأخير دم ربنا
يسوع المسيح فاسد جس يسوع المسيح فاسد جسد يسوع المسيح فاسد جس يسوع المسيح جسد يسوع المسيح جس يسوع المسيح فاسك روح لا يعني جس يسوع المسيح ربنا جس يسوع المسيح فاسك روح لا يعني جس يسوع المسيح فاسك روح لا يعني جس يسوع المسيح فاسك روح لا يعني دم ربنا جس يسوع المسيح دم ربنا جس يسوع المسيح جسد يسوع المسيح فاسك روح الأبدية دم ربنا يسوع جسد يسوع المسيح فاسك روح الأبدية دم سيدنا بس الشباب جسد يسوع المسيح فاسك روح الأبدية جسد يسوع المسيح جسد يسوع المسيح كما تقولون جسد يسوع المسيح فاسك روح على عطاياه وجميع ما أعطانا في حياتنا من أجل أبنائنا ومن أجل استمرارنا في هذه الشركة المقدسة، مستمرين في صلواتنا على صفحة 27 وصلاة الشكر نصلي. اللهم القادر على كل شيء نشكرك لأنك هديتنا وجدتنا، ونقدم ونهدي لك ذواتنا أرواحنا وأجسادنا تكون ذبيحة حية بواسطة ربنا يسوع المسيح. أرسلنا بروحات الروح القدس لنحيا ونعمل لمجدك ولكرامتك. آمين. الرب معكم. مع روحك أيضا. سلام الله الفائق كل فهم يحفظ قلوبكم وأفكاركم في معرفة محبة الله الآب وابنه ربنا يسوع المسيح. بركة الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدس تكون معكم تستمر فيكم أبد الآبدين. آمين. إني لك الدهر سلمتك الأمر ربي المعين. ترنيمة 204 204
اذهبوا العالم بسلام المسيح. الشكر لله، المسيح قام حقا قام.